حسن نمر من كربلاء يقول إذا أنا مجنب ولبست ملابس طاهرة فهل تتنجس الملابس؟ إذا واحد أجنب لو غسل موضع النجاسة، المواضع اللي بيها مني غسلها، جسمه بقى طاهر من الطهارة الخبثية، طهارة خبثية ماكو. نعم أكو نجاسة معنوية اللي هي الجنابة، لكن ما طول غسل موضع المني صار جسمه ما بي يعني نجاسة خبثية، مني ما بي بعد. الآن إذا لبس ملابس حتى وإن كانت الملابس بها رطوبة، الملابس طاهرة، ما طول أزال المني. أما إذا المني موجود ولبس الملابس، الملابس هاي راح تتنجس، الملابس راح تتنجس. أما إذا طهر الموضع من المني، مني بعد ماكو، الآن المواضع اللي بيها مني طهرها، صار جسمه طاهر الآن. إذا لبس الملابس، الملابس هاي ما تتنجس حتى مع الرطوبة.